بحضور رئيس أركان الجيش العراقي وقائد القوات البرية، أجرت قيادة عملية محافظة كربلاء المقدسة مناورات عسكرية تعبوية بإطلاق النار الحي للوقوف على جاهزية قطاعات الجيش وبقية القوات الأمنية الساندة لها من أجل تأمين الصحراء الغربية للمحافظة. بحضور السيد رئيس أركان الجيش العراقي والسيد قائد القوات البرية والمعاون رئيس أركان الجيش وكذلك القيادات العليا في وزارة الدفاع، اليوم طبعا قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وبحضور كذلك إخواني رئيس وأعضاء مجلس المحافظة واللجنة الأمنية في المحافظة وكذلك قيادة الشرطة، اليوم تم إجراء تمرين تعبوي عالي المستوى، تمرين رائع كان في استحضاراته، في آلية الانفتاح القطعات، في سرعة التنفيذ، في دقة التنفيذ، في سرعة المعالجة، في سيناريو واضح لعدو محتمل وآلية العمل العسكري الرصين. طبعا هذا التمرين طبعا أكيد رسالة واضحة إلى الجهوزية العالية لقواتنا البطلة، قوات طبعا اليوم قيادة العمليات الفوج اللي قام بهذا العمل هو من المغاوير في محافظة كربلاء المقدسة، دليل على التدريب العالي ودليل على الانضباط العالي ودليل على الجهوزية العالية، فكل الدعم والإسناد إلى قيادة عمليات كربلاء المقدسة وإلى قواتنا الأمنية في كربلاء المقدسة بإذن الله تعالى. دائما العراق بخير وبركة، دائما كربلاء المقدسة بحفظ الله ورعايته أولا، وبحفظ قواتنا الأمنية البطلة في قيادة العمليات والحشد الشعبي وكذلك قيادة شرطة كربلاء. حقيقة هذا التمرين هو ختام لتدريب جرع للفوج الأول لواء مغاور قيادة عمليات كربلاء، استمر هذا التدريب لمدة 60 يوم وختم اليوم بتمرين تعبوي بقطعات ضد عدو محتمل. مثل ما وضح السيد المحافظ، هذا تمرين تعبوي متكامل جرى بإسناد القوة الجوية طيران الجيش والمدفعية والهندسة وكل صنوف المقاتلة. حضر هذا التمرين السيد رئيس أركان الجيش المحترم السيد معاون العمليات والسيد المحافظ ورئيس المجلس وكل أعضاء الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة والقيادات العسكرية. هذه التمارين هي من أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقطاعات والتدريب على ظروف مماثلة ممكن أن تحتاجها قطاعاتنا وضد عدو محتمل قد نجابها بالصحراء. بما يتعلق بعمليات الصحراء، عمليات الصحراء مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف أبدا، متى ما نترك الصحراء من المراقبة قد يلجأ العدو إلى هذا المكان، لكن عمليات الصحراء تبقى مستمرة ومتواصلة ودائما. الغاية الرئيسية عدم إعطاء العدو أي مكان أو ملاذ أو مخبأ آمن يفكر قد يتواجد به وبالتالي يهاجم المدن والقصبات، ولذلك العمليات مستمرة تجاه الصحراء وحتى تدريباتنا نجريها بالصحراء حتى دائما ما ننطي العدو أي فرصة للتواجد بأي شبر من أرض العراق.